عشان نكون منصفين، لو أزمة الدولار في مصر أدارت بطريقة تقليدية كان زماننا في كارثة حقيقية، أو لو البنك المركزي المصري استسلم للأرقام السلبية والتقارير المضروبة والحلول العادية كان زمان الدولار ب 100 جنيه دلوقتي. إيه اللي حصل وغير دفة أزمة سوق العملة الصعبة في مصر ومنعها من الخروج عن السيطرة، وإزاي قرار واحد وفر 6 مليار دولار في كام شهر؟ بانكير، نبض البنوك. من ساعة اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والعالم كله بيصارع علشان يخرج من أزماته، ومصر كانت من أكتر الدول اللي تضررت، وكل المؤشرات بتقول إننا داخلين على سيناريو صعب جدا بسبب حاجات كتير، منها خروج مليارات الدولارات من السوق للخارج وظهور السوق السوداء وارتفاع أسعار الغذاء والسلع عالميا في بلد فاتورتها داخلة على 100 مليار دولار. وكان تحرك القيادة السياسية السريع الأثر الكبير في احتواء الموقف والتعامل مع كل التحديات واحترافية شديدة وأفكار بره الصندوق، وكانت البدايه الاستعانه بالمصرفي المخضرم حسن عبد الله لتولي مسؤوليه اداره الازمه من خلال منصبه الجديد محافظا للبنك المركزي المصري. من هنا خرجت كل الافكار والمبادرات والحلول الغير تقليديه للسيطره على سوق الصرف وتوفير الدولار ومواجهه السوق الموازيه وكل التحديات الصعبه. ومن بين الأفكار اللي قادها المركزي هي ترشيد فاتورة الاستيراد، ومفيش سلعة هتدخل غير الضرورية، وأي سلعة ليها بديل محلي مش هتيجي من بره. كمان الدولة بالتوازي عملت خطة عاجلة لتوطين الصناعة الأجنبية في مصر، وبنت قلاع صناعية في وقت قياسي، وكل ده انعكس على فاتورة الاستيراد. وتعالوا نشوف الأرقام بتقول إيه. سنة 2022 وصلت الواردات من الخارج 95 مليار جنيه، وده رقم ضخم جدا، وفضل الجهود وصلت الفاتورة في أول 7 شهور من 2023 لحوالي 46 مليار فقط، يعني تقريبا نزلت النص، وده انجاز غير طبيعي وضد المنطق، والرقم ده قد كارد الصندوق بحوالي 15 مره. استمرت الارقام بتاكد ان اختيار الرئيس السيسي لحسن عبد الله ما كانش من فراغ، واخر الاحصائيات بتقول ان الحكومه المصريه وفرت 6 مليار دولار في شهر واحد من الواردات. وحسب الارقام الرسميه سجلت اجمالي الواردات المصريه تراجع بنسبه 17.3% خلال شهر يوليو الماضي، بعدما انخفضت لنحو 6 مليار دولار مقارنه ب 7.29 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي. وفقا للبيانات الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، تصدرت منتجات البترول قائمه السلع اللي تراجعت في الواردات المصريه منها خلال شهر يوليو، وانخفضت قيمه وارداتها لنحو 539 مليون دولار بالمقارنه ب 641 مليون دولار خلال نفس الفتره من العام الماضي بنسبه تراجع 16%. كمان انخفضت واردات مصر من المواد الاوليه من حديد وصلب عشان تسجل قيمه وارداتها 320 مليون دولار في يوليو الماضي، مقارنه ب 370 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة تراجع 13.5%. تضمنت القائمة واردات اللدائن بأشكالها الأولية واللي سجلت الواردات المصرية منها نحو 246 مليون دولار في يوليو مقابل 444 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2022 بتراجع 44.6%. ثم واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 206 مليون دولار مقابل 291 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع 29%. طبعا ترشيد فاتورة الاستيراد انعكس على قيمة العجز في الميزان التجاري، واللي انخفضت لمستوى 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 23.2%. وقال الجهاز في نشرته ان قيمة الواردات المصرية سجلت 46.3 مليار دولار خلال اول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض 20.1%، وان قيمة الواردات ارتفعت بشكل قياسي في سنة 2022 وصلت ل 94.5 مليار دولار. بنتمنى كل الخير والتقدم والازدهار للاقتصاد المصري السنين اللي جاية. أنا أشرفت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.